بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السابع. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نطقا واعتقادا وعلما وعملا. ثم يأتي بعد الشهادتين الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة، صلوات الخمس باليوم والليلة. هذه الصلوات هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجاءت في مقدمة الأعمال. أول الأعمال بعد الشهادتين الصلاة، الصلوات الخمس، وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، فرضت ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. وأين فرضت؟ فرضت فوق السماوات، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا وجاوز السبع الطباق عليه الصلاة والسلام، فرض الله عليه الصلوات الخمس في هذا الموقف العظيم، فرضها عليه بدون واسطة جبريل، فرضها عليه منه جل وعلا بدون واسطة. وكانت فرائض الإسلام غير الصلاة كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وهو في الأرض. أما الصلوات الخمس فإنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين الله بدون واسطة، كلمه الله بها وفرضها عليه. وكانت أول ما فرضت 50 صلاة اليوم والليلة، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله التخفيف عن أمته، فإنها لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. وكان موسى عليه السلام هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يراجع ربه ويسأله التخفيف عن أمته، فخففها الله جل وعلا وجعلها 5 صلوات بدل 50، 5 صلوات اليوم والليلة، وهي عن 50 صلاة في الأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكل صلاة عن 10 صلوات، ويكون المجموع 50 صلاة في الأجر والثواب و5 صلوات في العمل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هذه الصلوات الخمس لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال، ما دام عقله ثابتا فإنها لا تسقط عنه بعذر من الأعذار، ولكنه يصليها على حسب حاله، فلا تسقط عن المريض ولو اشتد مرضه، ولكن يصليها على حسب حاله، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ برأسه في الركوع والسجود، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وكذلك لا تسقط الصلاة عن المسافر، المسافر لا تسقط عنه الصلاة، لكن له أن يقصر الرباعية إلى 2 ركعات تخفيفا عنه، وله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، صلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، هذا للمسافر تخفيفا عنه، ألم تسقط عنه الصلاة وهو مسافر ويتعب في سفره وعليه مشقة؟ لم يسقط الله عنه الصلاة، لكنه خففها عنه من حيث العدد، وخففها عنه من حيث الوقت، حيث العدد يقصر الرباعية إلى 2 ركعات، ومن حيث الوقت يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك في وقت إحداهما. وكذلك لا تسقط الصلاة
عن الخائف في حالة الخوف ما تسقط الصلاة، لكن يصلي على حسب حاله، لا تسقط الصلاة في حالة الخوف. قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني في حالة الخوف، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالإمام يقسم المصلين إلى قسمين: قسم يحرس العدو لئلا ينقض على المسلمين، وقسم يصلي مع الإمام أول الصلاة ثم يكمل لنفسه، ويثبت الإمام قائما في الركعة الثانية، فتأتي الطائفة التي لم تصلي معه الركعة الأولى فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يثبت جالسا قبل السلام حتى تكمل لنفسها ثم يسلم بهم. هذا إذا كان الخوف غير شديد. أما إذا اشتد الخوف فإنهم يصلونها رجالا وركبانا. قال تعالى: فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا كان خائفا من عدوه أن يدركه وهو هارب من العدو فإنه يصلي إذا حانت الصلاة وهو يمشي على قدميه أو يركض على قدميه أو راكبا على دابته أو سيارته أو مركوبه، فرجالا يعني ماشين أو ركبانا، متوجها إلى القبلة أو غير متوجه إلى القبلة. هذا مما يدل على آكدية الصلاة وأنها لا تسقط ما دام عقل الإنسان باقيا، فإنها لا تسقط عنه، لا تسقط عن المسافر، لا تسقط عن المريض، لا تسقط عن الخائف. وكل منهم يصلي على حسب حاله كما جاء في الأدلة من القرآن والسنة. هذه الصلاة قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات. حافظوا، والمحافظة معناها العناية، العناية بأدائها تامة في وقتها مع الجماعة، هذه المحافظة. وقال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أما اللي يصلي مرة ويخلي مرة، يصلي بعض الصلوات ويخلي بعض الصلوات، فهذا لم يصلي، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فلا بد أن يحافظ على الصلوات كلها ما دام حيا، كما سمعتم عن عيسى عليه السلام أنه قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دام الإنسان حيا فإنه يحافظ على الصلوات في مواقيتها مع جماعة المسلمين. أما الذي يصلي وقتا ويترك وقتا آخر، أو يصلي إذا كان مع ناس يصلون ويترك الصلاة إذا كان مع أناس لا يصلون، فهذا لم يصلي، لم يحافظ على صلاته، لم يحافظ عليها. وكذلك الذي لا يصلي مع الجماعة وهو يقدر على صلاة الجماعة، هذا لم يحافظ على صلاته. كذلك الذي لا يصلي في الوقت، يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، هذا لم يحافظ على صلاته بل هو مضيع. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. ومعنى أضاعوها أنهم
أنهم لا يصلون في الوقت، ضيعوا وقتها. إذا ضيع وقتها فقد ضيعها. بعض الناس ينام ولا يصلي إلا إذا استيقظ، يمكن ما يصلي الفجر إلا عند الظهر، ولا يصلي الظهر إلا عند غروب الشمس، ولا يصلي المغرب إلا بعد دخول وقت العشاء، ولا يصلي العشاء إلا بعد طلوع الفجر. هذا لم يحافظ على صلاته، ولا تصح صلاته، لأنه مضيع لها. أضاعوا الصلاة يعني أضاعوا وقتها ولم يؤدوها في الوقت. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا خرجت من وقتها فأنت ما صليت، ما جبت الصلاة في وقتها، فلا تقبل منك. وقال عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها. فلا يجوز للإنسان أنه يخرج الصلاة عن وقتها ويقول: أنا أصلي. نقول له: أنت لا تصلي، الصلاة التي أمرك الله بها، أن تصلي صلاة على حسب هواك، وهذه لا تقبل منك. فإذا أردت أن تصلي الصلاة التي أمرك الله بها فأدها في وقتها، وإلا فإنها لا تقبل منك. كذلك اللي ما يصلي مع الجماعة، المسجد قريب منه ولا يصلي مع الجماعة، هذا لم يحافظ على الصلاة، مضيع للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الأمر خطير جدا. بعض الناس يتساهل بصلاة الجماعة ولا يروح للمسجد ويقول: أنا أصلي في بيتي. نعم، إن كنت مريض، صل في بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مريض صلى في بيته. أما إن كنت معافى تسمع الأذان، يجب عليك الذهاب إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس راوي الحديث: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. من سمع النداء فلم يجب، يعني فلم يحضر للصلاة، فلا صلاة له إلا من عذر. المعذور، العذر الشرعي، لا بأس، صلي في بيته. خوف، يخاف إذا ذهب إلى المسجد أن العدو يتربص أو يقتله، أو فيه بينه وبين المسجد سباع تأكله، هذا خايف، صلي في البيت. أما الإنسان الآمن والإنسان الصاحي في جسمه، ما يسعه إلا يصلي في المسجد ما دام يسمع الأذان. لماذا شرع الأذان؟ ما هو دعاء، دعوة حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعال، تعال إلى الصلاة، تعال إلى الفلاح. فاللي لا يريد الصلاة ولا يريد الفلاح يبقى في بيته، أما الذي يريد الصلاة ويريد الفلاح فإنه يقبل، لأن الداعي دعاه: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعال، هلم، أقبل إلى الصلاة، أقبل إلى الفلاح. ثم هو يجلس في بيته ويقول: أنا أصلي في بيتي. لماذا تسمع الأذان ولا تجيب داعي الله سبحانه وتعالى؟ وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فشكى إليه أنه ليس له قائد يلائمه، وبينه وبين المسجد مشقة في الطريق، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يصلي في بيته. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب. العذر أن مالك قائد، ابحث عن قائد يلائمك، ابحث عن قائد يلائمك، واحضر إلى الصلاة ما دمت تسمع النداء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه:
من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم مع الصلاة والاهتمام بها، لأنهم يعرفون قدر الصلاة فيقدرونها ويعظمونها. والله جل وعلا يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الصلاة فيها فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفائدة الثانية وهي أعظم أنها تشتمل على ذكر الله عز وجل، ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة فيها ذكر الله وهو أعظم، الصلاة تعين على مشاق الحياة وعلى الهموم والأحزان، تفرج لصاحبها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأمر فزع إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة هي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، يرتاح فيها ويحبها ويألفها، مما يدل على عظمة هذه الصلوات. والله جل وعلا حث على إقام الصلاة في آيات كثيرة، ومعنى إقام الصلاة الإتيان بها قائمة بأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها والخشوع فيها. هذه الصلاة المقامة، أقم الصلاة، أقيم الصلاة، لم يقل صلوا بل قال أقيموا الصلاة. ما هو بالمقصود شكل الصلاة، ما هو بالمقصود الصلاة الشكلية التي هي حركات فقط، المقصود أن تكون الصلاة قائمة على شروطها وأركانها وواجباتها والخشوع فيها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والصلاة هي عمود الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عمود يقوم عليها الإسلام كما يقوم البنيان على العمود، وكما تقوم الخيمة على العمود. فلو أنك جئت بخيمة فيها أطناب وفيها أوتاد ولكن ما معك عمود، ما تستفيد من الخيمة هذه. فإذا كان معك عمود وأقمتها عليه استفدت من هذه الخيمة، أظلتك من الحر ومن المطر ومن البرد. أما ما دام ما معك عمود فماذا تستفيد من هذه الخيمة؟ كذلك الإسلام هو الخيمة، يعني شبهه صلى الله عليه وسلم بالخيمة. فإذا أقمت الصلاة
استقام لك الإسلام وصار وقاية لك من النار ومن عذاب الله عز وجل. أما إسلام بدون صلاة فإنه لا ينفع صاحبه، إسلام بدون صلاة لا ينفع صاحبه، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة صار كافرا، وإن كان يدعي الإسلام وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه أفسد الشهادتين وناقض الشهادتين بتركه للصلاة. فلا دين لمن لا صلاة له، ولا إسلام لمن لا صلاة له. والصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. أول ما تحاسب عنه يوم القيامة من دينك الصلاة، فإن قبلت وصحت قبل سائر عملك، وإن ردت صلاتك لأنها غير صحيحة فإنه يرد سائر عملك، فلا تنتفع من أعمالك وأنت لم تحقق الصلاة. وهذه الصلوات جعلها الله كفارة لما بينهن. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الذي يمشي على بابك كل يوم تغتسل منه 5 مرات، فلا يبقى من درنك شيء، يعني لا يبقى من الوسخ على جسمك شيء إذا كنت تغتسل 5 مرات من النهر. فكذلك الصلاة إذا حافظت عليها وأديتها لا يبقى من سيئاتك شيء. الصغائر، سيئات الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة، أما الصغائر فإنها تكفر بالصلوات الخمس، تكفر بالجمعة، تكفر برمضان. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه الصلوات عظيمة. وإذا صليت الصبح فأنت في ذمة الله إلى أن تمسي، إذا صليت الصبح دخلت في حماية الله وكفالته إلى أن تمسي، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. فهذه الصلوات الخمس أمرها عظيم وقدرها كبير. وإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة لها قدر وقيمة عندك فالإسلام له قيمة عندك وقدر. أما إن كانت الصلاة ليس لها قدر عندك فليس للإسلام عندك قدر. فالصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر، كما سمعتم في الحديث: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها. الصلاة اليوم أصبحت خفيفة على كثير من الناس، لا يبالون بها، فمنهم من لا يصليها مع الجماعة في المساجد وهو يسمع الأذان، ومنهم من لا يصليها في وقتها وإنما يصليها متى ما أراد هو، لا حسب ما أراد الله جل وعلا، حسب ما يريد هو يصلي. ومنهم من لا يصلي مطلقا، يترك الصلاة نهائيا. فماذا بقي من الإسلام عند هؤلاء؟ الواجب على المسلم، الواجب أن يعظم الصلاة وأن يحافظ عليها وأن يقيمها، لأنه إذا حافظ على الصلاة وأقامها فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر فيكون مقيما لبقية دينه. أما إذا ضيعها فهو لما سواها أضيع.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن مريض، يقول: قرر الأطباء أنه مشوه في الدماغ والعمود الفقري، والمرض يزيد كل يوم، وأكثر الأطباء أو أكبر الأطباء المسلمين في أكثر من مستشفى أنه إذا بقي في بطن أمه فإنه سوف يموت نتيجة لزيادة المرض. هذا يسأل عن حمل في البطن ويقول إن الأطباء اكتشفوا إنه مشوه، وأنه إذا بقي بيموت، هل يعني يجوز إسقاطه؟ نقول: لا، ما يجوز إسقاطه إلا لو كان الأم عليها خطر من بقائه. إذا كان على حياة الأم خطر من بقائه فإنه يسقط، وأما إذا كان لا يؤثر على حياة الأم فإنه يترك. إن شفي وسلم فالحمد لله، وإن مات فهذا قضاء الله وقدره. نعم. هذا يسأل عن واحد يبيع أشرطة أغاني، ثم إنه مات وورثته قالوا إن مورثهم مفلس، ويسأل اللي مات مات، نسأل الله له المغفرة وأن الله يتوب علينا وعليه. وبيعه للأشرطة الأغاني هذا حرام ومعصية، لكنه مات، نرجو الله أن يغفر له ما دام إنه مسلم، ولا عنده إلا إنه يبيع أشرطة أغاني، هذه معصية، فندعو له نستغفر له. هذا حاصل سؤاله. نعم. هذا يسأل عن الصيام، يقول: بعض الدول العربية صايمة قبل السعودية بيوم، ماذا يفعل المعتمر الذي خرج صائما خصوصا إذا هذا إن كان جاء العيد وهو في السعودية؟ حكم حكم السعودية، يصوم معهم ويفطر معهم، وإن ذهب إلى بلده حكم حكم بلده، فهو حكم حكم المسلمين الذين يأتي آخر الشهر وهو عندهم، يصوم معهم إن صاموا ويفطر معهم إن أفطروا، وإن نقص عليه يوم يقضيه، إذا نقص عليه يوم يقضيه. نعم. هذا يسأل تكرار العمرة، واحد جاب عمرة من بلده ويريد يجيب عمرة ثانية، يخرج من مكة ويجيب عمرة ثانية، نقول هذا جائز، لا بأس، جائز، ولكن بقاؤك في مكة وتعبدك في المسجد الحرام أفضل من عمرة ثانية. فالذي ننصح لك به أنك تبقى في المسجد الحرام للعبادة والصلاة والطواف وقراءة القرآن والذكر، أفضل من تكرار العمرة. وإن كان ما أنت بمطيع تقول: لا أبا أجيب ثاني، إحنا ما نقول حرام، يجوز هذا، لكن تفوت على نفسك ثوابا كثيرا أفضل من العمرة. نعم. هذا يقول: ما معنى قول الله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله؟ هذه الآية نزلت بسبب، وهو أن قوما كانوا مسافرين فاشتبهت عليهم القبلة، اجتهدوا وصلوا الفجر، فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن حكم صلاتهم، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فالمسلم إذا اجتهد وطلب القبلة وهو في بر ما عنده أحد يخبره، اجتهد هو صلى، ثم تبين بعد ذلك أنه على خطأ فصلاته صحيحة لأنه فعل ما يستطيع. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا قول. والقول الثاني
أنها في النافلة في السفر، فالمسافر إذا أراد يصلي من الليل وهو في الطريق يمشي يصلي أينما توجه في سفره، أينما توجه في سفره ويصلي ولو لم يكن إلى القبلة، هذا في النافلة في السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي في السفر على راحلته أينما توجهت به، يعني صلاة الليل وصلاة النافلة، كان يصلي صلاة الليل عليه الصلاة والسلام على راحلته أينما توجهت به. نعم. هذا يقول إنه جاي للعمرة من تونس ناوين العمرة، ولكن لم يعرف الميقات الجحفة، تجاوزه دون نية وأحرم بعد ما تجاوز الميقات. نقول إحرامك صحيح والعمرة صحيحة إن شاء الله، ولكن يكون عليك فدية جبران عن تجاوز الميقات، يكون عليك فدية جبران تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء في مكة، وإذا لم تستطع تصوم 10 أيام عن تجاوز الميقات. نعم. هذا يقول: هل يجوز للمصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة، فهل يكون بصوت عالي إذا سمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة يصلي عليه لكن ما يرفع صوته؟ نعم. ألا يسأل عن الزلازل؟ يسأل عن الزلازل، هل هي عقاب من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ما الزلازل والصواعق والعواصف وكلها عقاب من الله عز وجل بذنوب العباد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن كان الزلازل لها أسباب معروفة لكن تصيب بعض الناس بالموت أو بتلف المال أو غير ذلك عقوبة له، ولو شاء الله لسلمه منها وحماه منها، لكن الله يعاقب بهذه الأمور عباده لأجل التوبة إلى الله عز وجل ولأجل أن ينتقم من الظالمين والعصاة. نعم. هذا يسأل عن إذا راجع زوجته هل يعقد عليها مدة أخرى ويدفع مهر؟ هذا فيه تفصيل، إن كان الطلاق رجعيا طلقها دون الثلاث فله أن يراجعها ما دامت في العدة بدون عقد، لأنها زوجته ما دامت في العدة وطلاقها أقل من الثلاث ولم يأخذ عليه عوض، ما طلاق على غير عوض وهو دون الثلاث له رجعتها ما دامت في العدة بدون عقد. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. المطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض أو 3 أطهار على الخلاف، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إذا كان الطلاق بائنا، استكمل 3 أو دون 3 لكنه على عوض، هذا طلاق باين، بينونة صغرى أو كبرى، هذا لابد من العقد ولابد من المهر، عقد ومهر وشهود وولي، لابد من هذا ويكون برضاها. أما الرجعة فإنها حق له ولو لم ترضى هي، لأنها زوجته. نعم. هذا يسأل يقول: هل يكون المسلم مخلصا في عبادته إذا قام بالعبادة لا ينوي بها، إذا قام بالعبادة ابتداء ينوي بها التوسل في المستقبل إذا حصل له كربة أو مصيبة؟ ما في مانع إن الإنسان ينوي بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى وينوي فضل الله وأن الله يخلصه من المكاره
ومن الكربات، ينوي الاثنين ما في مانع، ولا يتنافى هذا مع الإخلاص لله عز وجل، فينوي بذلك خيري الدنيا والآخرة، والله جل وعلا قريب مجيب. نعم نعم. هذا يسأل عن عقد الزواج بدون الأوراق الرسمية. عقد الزواج إذا كان توفرت شروطه، يعني يكون في بولي وشاهدين ورضا الزوجين، رضا كل من الزوجين وبولي وبحضور شاهدين عدلين، فإن العقد يكون صحيحا ولو لم يوثق في الدوائر الرسمية. الدوائر الرسمية هذا نظام فقط، والتوثيق طيب، الدوائر الرسمية طيب، لأنه ما يساعدونك في أمورك إلا بوثيقة للزواج، فلا بد من الوثيقة، لكن الزواج في حد ذاته صحيح إذا توفرت شروطه، ويبقى عليك تكميل النظام المطلوب منك من أجل مصالحك في النظامية، وكونك من الأول تتبع الطرق النظامية أريح لك، تتبع الطرق النظامية أريح لك من أنك تزوج بعقد غير موثق ثم تروح توثقه وقد لا يوثق ولا يطيعون يوثقونه، يحصل عليك تعب، وكونك من الأول تتبع الطرق النظامية أحسن لك. نعم. هذا يسأل عن حضور المسلم للصلاة في المسجد، هل المراد أنه يسمع النداء ولو بمكبر الصوت من بعيد، أو المراد أنه يسمع النداء ولو بدون مكبر صوت؟ لا، العبرة أنه يسمع النداء مجرد بدون مكبر الصوت، لأن مكبر الصوت يذهب مسافات بعيدة، فإذا كان يسمع النداء لو أذن بدون مكبر يجب عليه الحضور، يجب عليه الحضور. أما إذا كان المكبر يمتد إلى مسافات إلى 10 كيلو 15 كيلو فهذا ما يجب عليه الحضور لأنه بعيد. نعم. هذا يسأل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ما معنى بيعتين في بيعة؟ له صور، منها بيع العينة، أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البايع بثمن أقل حاضرا ويقبض الثمن الثاني، فهذا حيلة على الربا، كأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة أقل منها وجعل السلعة وسيلة، فهو ربا في صورة البيع، ربا في صورة البيع، وهذا حرام. الحيل ما تجوز لاستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى، فبدل ما يعطيك 20 ريال بدل ما يعطيك 10 أريل حالة ب20 ريال مؤجلة، هذا ربا صريح، 10 ريالات ب20 ريال مؤجلة هذا ربا صريح. يقول لا، نروح نصوره بيع، أبيع عليك سلعة ب20 ريال مؤجلة واشريها منك ب10 أريل حالة، هذه حيلة على الربا. البيع ذا ما هو مقصود، وإنما المقصود التوصل إلى الربا، هذا حرام لا يجوز، هذا بيعتين في بيعة. نعم. هذا يقول: نرى كثيرا من يصلي الجنازة في الحرم وحده ليس في صف، مع وجود مكان في الصف. لا، ما يجوز للإنسان يصلي وحده خلف الصف، لا الجنازة ولا غيرها، أيجوز للإنسان يصف وحده خلف الصف؟ لا بد أنه يدخل في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ألا يجوز للإنسان يصف وحده خلف الصف، لا في صلاة الجنازة ولا في صلاة الفريضة ولا في صلاة التراويح ولا غيرها. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.